ازاي لسه في حد في العالم ده بيدافع عن الكيان الصهيوني لغايه دلوقتي؟ الراجل يخرب بيته بيضرب مستشفيات. انا اسف طبعا ان انا بتكلم في حاجه غير مجالي ولا غير اللي انا بشتغل فيه، بس يعني انا مش قادر اسكت، يعني مش قادر اشوف الكلام ده واسكت. يمكن يكون ليا دور في حد يسمع الكلام ده، يمكن يكون في حد هيوصل له الكلام ده بره يعني، بس انا حاسس ان ليا دور ولازم اعمله، لازم اتكلم. بيضرب مستشفى فيها ناس بتتعالج من الضرب اللي هو بيضربه، اطفال بتموت وناس ملهاش يعني. طب الاطفال دول عملوا لك ايه؟ او هيعملوا لك ايه؟ او هيأذوك في ايه؟ او هيأثروا معاك في ايه؟ دي اباده حضرتك. ده الراجل ده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي من يساندهم. الناس دي بتعمل إبادة للشعب الفلسطيني. وتيجي تبص بقى تلاقي تركيا بتبعت معونة 4500 طن خضروات لإسرائيل، عشان إسرائيل يعني ما عندهاش أكل. والرئيس الأمريكي يوصل لغاية إسرائيل عشان يطمن على أن هم كويسين. وتيجي تعمل أي بوست أو أي حاجة تخص يعني أشقائنا في غزة تلاقيها ما بتوصلش لحد، والبوست بيتمسح والفيديوهات تتشال. طب يعني ال 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 يعني التكاتف الخارجي مع اسرائيل ده اخرته ايه؟ احنا فين من الكلام ده؟ وتيجي تسمع بقى عايزين بقى ايه؟ يرمي الحمل على مصر. طب يا مصر هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ هنعملها ازاي؟ هنشتغلها ازاي؟ هنفتح المعبر؟ مش هنقدر نفتح المعبر. ليه برضو مش هنقدر نفتح المعبر؟ الرئيس كان بيتكلم كلام موزون قوي في الحته دي، عجبني جدا في ايه؟ في ان حضرتك النهارده لو اهل غزه بقوا عندك هنا في مصر، احنا بنستقبل كل الناس اللي عندها مشاكل في الدول، عندها ما عندناش مشكله، بس القضيه الفلسطينيه هتروح. انت لو سبت غزه وجيت عندي قعدت عندي، خلاص بقت فلسطين بقت اسرائيليه، ما بقتش فلسطين، بقت دوله فلسطين، بقى سوري ما بقتش دوله فلسطين، بقت دوله اسرائيل، الكيان الصهيوني اللي هم الحاجه اللي بيحاربوا عليها بقى لها سنين وزمن. مصر خلاص بتستعد والجيش على اهب الاستعداد، كل ده ماشي، بس بعدين مش هو ده الحل بالنسبه لنا، احنا مش هو ده الحل. وبرده انا حاسس ان احنا في خطوات بطيئة، ان انت تخش تدخل دعم لاخواتنا في غزة، احنا بطاء يعني تركيا وصلت لاسرائيل اسرع من مصر ما توصل لغزة، احنا ما بيننا سور. طب عايزين نعمل ايه؟ نروح كلنا يعني، نيجي احنا نروح كلنا نلم بعضينا وناخد بعضينا ونطلع على غزة؟ ما اسيبك من الجيش والقصص السياسية الاستراتيجية اللي ممكن انا وانت ما نبقاش عارفينها، لكن على الاقل لازم يبقى لينا دور. الناس بتموت موت جماعي، بال700 بني ادم، بال1000 واحد، مستشفى فيها 500 واحد نصهم اطفال بيموتوا، مجازر. وتبص الناحية التانية لا مفيش، ناس بتدافع عن فلسطينيين ضربوا اسرائيل. هو انت النهارده لما تيجي تحتلني وتغتصبني مش عايزني ارد عليك؟ يا راجل ده بيردوا عليك بحاجات بدائيه، تقوم انت تعمل الاباده دي؟ ولا دي مؤامره؟ هل دي مؤامره مثلا في اسرائيل فتحوا سابوا حته كده لحماس يلعبوا اللعبه دي علشان يبيدوا غزه؟ يدمروها يجيبوها على الارض. تبص وراك تلاقي عماره بتتضرب بتقع، بص هنا نعم مستشفى بتتضرب بتقع. حسبي الله ونعم الوكيل. واوعوا تكونوا فاكرين ان ربنا مش شايف اللي بيحصل، لا ربنا شايف وهو مطلع. انا مش عايز اقول لك شير وبير وكير، انا مش فارق معايا تشير ولا ما تشيرش، انا كل هدفي ان كل واحد فينا يعمل دوره، وبلاش بقى المزايدات. يعني كل واحد يشوف شغله عشان يأكل بيته وعياله.
بس كل واحد برضو ليه دور لازم يعمله في القضية دي. اطلع يا باشا اتكلم، حتى لو اللي هيتفرج عليك واحد، اعمل بوست حتى لو اللي هيشوفه واحد. عايزين نلف السوشيال ميديا كلها، لازم الناس دي تعرف ان احنا كتار برضو، ولازم الناس دي تعرف ان احنا خايفين برضو على اهالينا واخواتنا في غزة وفلسطين. انا بصراحة مش عايز، قولولي رأيكم نعمل ايه، نناشد مين؟ مفيش حد نناشده، ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى، والله ما في مالين غير ربنا، وربنا قادر على كل شيء. والله العظيم، والله العظيم ربنا ما غافل عن اللي بيحصل ده، وكل حاجة هتيجي في وقتها، والرد هيجي في وقته. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا كل أملي في الحياة إن المجزرة دي تخلص، تقف الإبادة دي، لازم تقف، لازم الإبادة دي تقف. عايزين نتصرف يعني، احنا كعرب كلنا كده، كلنا كده حوالين بعض، مش قادرين نعمل حاجه، مش مفيش فكره عندنا نعملها، مفيش وقفه نقفها، مظاهرات على السفارات هنستفيد منها ايه؟ عايزين نشوف حل يا جماعه، عايزين نشوف حل، قولوا لي حلول ممكن نعرضها، نعرضها على، الحمد لله الواحد مسموع كويس قوي في الخليج، ومسموع كويس في في اوروبا وفي امريكا، الحمد لله ناس كتير بتتابعني. بس نعمل ايه؟ ايديكوا في ايدينا وفي ايديا كده، تعالوا نفكر نعمل ايه. انا جاهز لو في اي دور ليا اقدر اعمله، انا مش هتاخر، لكن الاباده اللي بتحصل دي والله ما ترضي حد ابدا، والتكتم اللي بيحصل في اوروبا ده برضو ربنا شاهد ومطلع ومش هيعدي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اسف جدا يعني لبشاعه الموقف وللصورة الحزينة اللي أنا طالع أقولها لكم، لكن ربنا قادر على كل شيء. استني يعني أفكاركم في الكومنتات، مش محتاج أقول لك بقى شير وما تشيرش، لأن هو كده كده الفيسبوك هيوقف الفيديو ده. يعني أنا حتى حاطط عنوانه آية من القرآن الكريم، جبار أنا برضو، اللي هو يعني الفيسبوك كده كده هياخد باله منه في ثانية. آسف جدا، ان شاء الله فرج قريب، ومستني منكم تقولوا لي نعمل ايه سوا. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما تسيب الفيديو صلي على رسول الله. السلام عليكم.